اه بعضهم اجازته لسه ما خلصتش، لكن في مجموعه اجازتها خلصت من 3 اسابيع. مش هرجع يا محمود، الشركه القديمه عرض عليهم 3 اضعاف المرتب. في بقى فندم ناس من المرشدين والموظفين الموجودين هنا بيبيعوا في عفشهم، يعني بيستعدوا للسفر، والاخطر ان القنصل الفرنساوي بيحرضهم انهم يسيبوا الشغل ويسافروا. كان لازم تبقى متوقع ان الاجانب هينسحبوا من العمل في القناه. الاستعمار بيعتبر ان تأميم القناه هي المعركه اللي لازم ينتصر علينا فيها. انجلترا بتغلي وبتهدد بالحرب، فرنسا بتغلي. دالاس بيعتبرها معركه بيننا وبينه هو شخصيا، مش بيننا وبين امريكا. المهم القوى العسكريه بتاعتهم لغايه دلوقتي ما اتحركتش، لكن ممكن قوي تتحرك، ولو حصل مش هنقدر نواجه اوروبا كلها. انا اضطريت اسحب معظم القوات المسلحه من سيناء، عشان لو بدات الحرب هيعزلوها عن غرب القناه. كارثه. احنا بنتحرك فوق ديناميت مشتعل. وانت كمان ما عندكش كوادر مدربه. بالفعل يا فندم، الشركه ما دربتش كوادر مصريه، بالعكس كانت حريصه ان اقل عدد من المصريين يكون موجود. محمود، ده اللي فات، مين دلوقتي اللي هيقدر يواجه الكارثه؟ مين اللي هيمشي القناه؟ احنا يا فندم. انا ثقتي فيك ملهاش حدود، بس المساله مش سهله. لو ما مشيتش يبقى شنو؟ ننتظر شوية لحد ما أقولها. ريمون مدير الملاحه طالب يقابلني. واضح هو عاوز ايه. كنا منتظرين اللحظه دي وللاسف جت. احنا مجهزين كل حاجه، بس خروج مرشد واحد ممكن يربكنا، ما بالك بقى 90% من المرشدين. خلي بور ريمون يجي. يمكن جاي السبب تاني. انت عارف كويس ان ده مش حقيقي. طب والمرشدين اليونانيين؟ يعني ايه؟ هنسحبوا هم كمان؟ ما تستعجلوش، دلوقتي نعرف كل حاجه. ايوه انا بكلمك من نادي اليوناني. انا شايفهم دلوقتي. يا موديس بيحاول معاهم. حاضر، اول ما يخلصوا هتصل بيك. خرستوبي. الاذاعات الاجنبيه بتراهن على اننا مش هنقدر نشغل قناه السويس من غيرهم. انا زي ما قلت لسيادتك، انا والزملاء في هيئه القناه وضعنا خطه لمواجهه الموقف. عظيم. ازاي بقى؟ الخطة المعلنة ان اللي هيشغل القناة هم المرشدين المصريين، ودول عددهم 50 بس. ده بالاضافة الى المرشدين اليونانيين اللي فضلوا معانا ورفضوا انهم يرحلوا. الخطة الحقيقية تغيير نظام القوافل، تشغيل المرشدين، رفع الحمولات. احكي لنا الحكاية من الاول. واحدة. هنقسم القناة الى اجزاء وندرس كل جزء على حدة. هنلغي نظام تناوب المرشدين في الاسماعيلية. يعني المرشد هيمسك المركب على طول القناة من بورسعيد إلى السويس وبالعكس. هنكتفي مبدئيا بقافلتين بدل 3 قوافل. حكيم، ضباط السلاح البحري اللي هيطلبهم يونس يكونوا تحت أمره. احنا رئيس مدين أولوية للعمل في قناة السويس. اتصلنا كمان بوزارة الخارجية عشان تطلب من سفارتنا في الخارج إنها تعلن في الجرايد عن حاجتنا لمرشدين. وبالفعل جالنا ناس من هولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد، وعملنا لهم خطط تدريبية مكثفة في أسبوعين. Look, within 24 hours, they are going to be back to us on their knees to give them help. It's just not going to happen. I'm sorry, I just don't believe it. Anybody who does is a fool. Cheers. 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 Cheers.
Vive la France, et bien, vive la France. Chine, Chine, Chine. Vive nous, et vive la France. Vive la France. إسرائيل. لو إسرائيل مش مشكلة، إحنا ممكن نرد عليها بعنف، وياما وجعناها قبل كده. متوقع بريطانيا. تفتكر الاتنين يتحركوا سوا؟ شخصياً بيتهيألي إن كل دي مجرد مناوشات، الغرض منها اختبار أعصابنا. بس إحنا بقى أعصابنا حديد والحمد لله. يلا حاج. بابا يلا. سينا معناها ان احنا بنجري باقصى سرعه عشان نحط نفسنا في فخ. بس يا ريس احنا ماشيين كويس لغايه دلوقتي، بنواجه اسرائيل وقادرين نوقف اليهود عند حدهم. خلال 48 ساعه هنلاقي اسرائيل قدامنا والانجليز والفرنساويين ورانا. مصيده كمل. انا جبان؟ انا ما قلتش انك جبان. طب انا مسافر حالا لخط النار. عمل عظيم، بس لازم يترتب. المساله مش انتحار ولا بطولات عشوائيه. حكيم، عايزين نقعد عشان نواجه الموقف العسكري. كتائب الثمانية اللي موجودين من الأصل في سيناء هتقاوم مهما كان التمن لآخر رجل ولآخر طلقة لمدة 48 ساعة عشان نوقف تقدم القوات الإسرائيلية داخل سيناء. الفرقة الرابعة المدرعة هتكمل انسحابها من سيناء في ظرف 36 ساعة مهما كان التمن يا حكيم. هتتمركز في منطقة القناة وشرق الدلتا. هنعطل الملاحة في القناة عشان نوضع كل غزات القناة قدام أمر واقع جديد. الطيران المصري ما يشتبكش مع العدو، لأنها تبقى معركة غير متكافئة. أيوة، بس احنا كده هنديهم الفرصة يضربوا طياراتنا وهي على الأرض. مش مهم تدمير الطيارات، المهم الحفاظ على الطيارين المصريين المدربين. قدامك مش أقل من 1000 طيارة إسرائيلية وإنجليزية وفرنسية. لكل عندنا 120 طيار، لو انضربوا في الجو ضاعوا هنحتاج 10 سنين عشان نعوضهم.
يا ريس، بس قرار الانسحاب ده انت برضه مصر عليه؟ شوف يا حكيم، عشان اشيلك من الحرك ده خلي قرار الانسحاب باسمي صادر من القائد الاعلى للقوات المسلحه. اللي تشوفه يا ريس. الخطه ايه؟ هنبدا معاها فورا عمليات حرب طويله ضد الاحتلال، حرب شعبيه. خطتنا الآن أن نوحد جبهاتنا كلها ونجعلها في جبهة واحدة. الجيش هيحارب، الأوامر اللي صدرت للقوات المسلحة المصرية هي القتال حتى الموت. أنا شفت امبارح كتاب التحرير والحرس الوطني متطوعين أكثر من الأعداد اللي هتطلبونها. هتحارب جنبا إلى جنب مع الجيش في كل مكان. هنحارب من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية. عملوا كده في الحرب العظمى، شعوب انتصرت وخلقت بلد. النهارده ثباتنا هو اللي هيقرر مصيرنا، ثباتنا هو اللي هيقرر مستقبل وطننا. انا لما كنت في حرب فلسطين كنت في الفلوجه زي ما انتم عارفين، خمس شهور غارات جويه متتاليه، خمس شهور ضرب بالمدفعية، خمس شهور هجوم وعمليات حربية. ما متش وجيت. طبعا ما كنتش قاعد في خندق، كنت باستمرار بره، لأن العمر ده بيد الله. محدش أبدا يقدر يقرر أجله. أنا معاكم هنا موجود في القاهرة، ولادي معاكم هنا في القاهرة، ما طلعتهمش بره ومش هطلعهم بره. وزي ما قلت لكم بالامس، سنقاتل حتى اخر نقطه دم ولن نسلم ابدا. بنبني بلدنا، بنبني تاريخنا، بنبني مستقبلنا. النهارده ده شعار كل مصر. احنا شعب مؤمن، شعارنا دايما هيكون الله اكبر. الله يقوينا، الله ينصرنا. سنجاهد وسنكافح وسننتصر بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.